حسب بعض الاحصائيات اللي كنت قريتها قبل كده، ان بس يمكن 17% من الناس اللي بيلتزموا او اللي بيعملوا رجيم السعرات، 17% بس هم اللي بينجحوا لحد النهايه، اما باقي الناس يا اما ما بيقدروش يكملوا او بيقعوا في النص، ما بيستحملوش الحرمان اللي موجود في الرجيم ده، خصوصا ان هم بيفضلوا جعانين طول الوقت لان هو ما ظبطش الهرمونات بتاعته. فكره انك تاكل اي حاجه بس احسبها من سعراتك فكره غلط جدا بصراحه ومش مقتنع بيها نهائيا. ما ينفعش اكل حاجه فيها سكر او شوكولاته او كيك او حاجه زي كده واقول احسبها من سعراتي. ما انت لو عملت كده انت الانسولين بيرتفع في السماء، هتفضل جعان وعايز تاكل اكتر، بل بالعكس كمان انت هتفضل نفسك في الحاجه دي، هتفضل انت مدمن سكر، انت مدمن سكر. فلما هتاكل حاجه فيها سكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أصدقاء جروب رجيم الكيتو بسهولة مع محمد عطية، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة، لايف جديد، نتكلم النهاردة في موضوع ناس كتيرة جدا بتسأل عنه، وهو إزاي نحسب الوجبات بتاعتنا، إزاي نعمل وجبات كيتونية. موضوع السعرات والماكروز وإيه الفرق بينهم، وإحنا بنستخدم إيه أكتر في الكيتو، وإزاي نعمل يعني وجبات متكاملة ليوم كامل في الكيتو، هنتكلم عنه النهاردة بالتفصيل ان شاء الله. بس دايما بأكد عليكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا منشن لاصحابكم اللي عايزينهم يتعلموا اكتر ويعرفوا اكتر عن الكيتو، اعملوا شير للفيديو عشان يوصل لعدد اكبر من الناس. اهلا وسهلا بيكم، قولوا لي برضو بتتابعوني منين وبقالكم قد ايه في الكيتو وبقالكم قد ايه متابعين كيتو البشوات بتاعي اللي بنصح بيه كتير كل الناس. ولو بتشوف الحلقة على اليوتيوب اشترك في القناة عشان دايما توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اهلا وسهلا بيكم. تعالى نتكلم على موضوع حساب السعرات والماكروز وازاي تكون وجبة كيتونية او يوم كيتوني كامل. مبدئيا انا ممكن يعني الناس اللي عارفيني ماليش قوي في موضوع السعرات، يعني انا مش مقتنع قوي بفكرة السعرات الحرارية او ان احنا نمشي على سعرات معينة والكلام ده. انا مقتنع اكتر بالماكروز لانك مش كل حاجة ارقام، يعني اكلك والدنيا والطاقه والكلام ده كله مش كلها ارقام، لا انت بتخس بالهرمونات مش بتخس بالارقام. يعني انت مش الاكله دي مش مثلا مش عارف 600 سعر يبقى، والاكله دي مش عارف 270 والاكله دي 280 ومش عارف ايه، واقعد احسب بالارقام. مش هو ده اللي بيخسس. بيحصل يعني الناس اللي بيمشوا على نظام الكالوريز او اللي هو الكالوري ديفيشنسي، نقص السعرات الحراريه، في بعض الناس بتخس لكن بيرجعوا يزيدوا برضه بسرعه، او الغالبيه العظمى ما بيكملوش اصلا لان الحساب بالسعرات قوي بالطريقه بتاعت السعرات دي، غالبا الناس بتفضل جعانه، بيفضلوا جعانين وبالتالي بيخرجوا من النظام بتاعهم، بيبوظوا الرجيم خصوصا بقى في اليوم الفري والكلام ده. لكن الميزه الاساسيه في الكيتو بما اننا بنشتغل على الماكروز وبنشتغل على الهرمونات، فانت لما بتظبط هرمونات الجسم خصوصا طبعا الهرمون الاساسي هو هرمون الانسولين، لما بتظبط هرمون الانسولين الدنيا معاك كلها بتظبط. بعدين اللبتين المسؤول عن الشبع بيظبط، الجلوكاجون المسؤول عن حرق الدهون بيشتغل، الهرمونات بتاعتك كلها بتظبط، فامورك بتتحسن وبتبقى طول الوقت حاسس بالشبع، فما بتبقاش مزنوق قوي في فكره الحسابات بتاعت الناس التانية. ولكن ازاي احسب انا حساباتي في الكيتو بشكل بسيط؟ دايما بنسمع يقول لك ايه، انت محتاج 70 75% دهون من 20 ل 25% او من 15 ل 20% بروتين ومن 5 ل 10% كارب اللي هي كربوهيدرات او نشويات. احنا عندنا في الكيتو مفيش نشويات، احنا الكارب بناخده بس من الخضروات. طيب ازاي انا احسب الطاقه، مدخول الطاقه، كميه الطاقه اللي داخله لي على الارقام دي؟ هو المفروض بشكل مبدئي حسب يعني الكلام ده انت هتحسب سعراتك في الاول، شوف انت محتاج كام سعر حراري اللي هو بتضرب وزنك في 2.2، وبعد كده الرقم اللي بيطلع بتضربه في 12 او 13 او 14 او 15 حسب نشاطك الحركي. يعني لو ما فيش نشاط خالص بتضرب الرقم في 12، لو في نشاط اكبر شويه في 13 وهكذا. الحسبة دي في النهاية انت اصلا مش محتاج تعمل القصة دي كلها، وطبعا في كذا معامل تاني. انت الحسبة دي انت مش محتاج تعملها في النهاية، انت في ببساطة شديدة جدا لو دورت على جوجل على حاسبة السعرات الحرارية هتلاقي في مواقع كتيرة بتقدم الخدمة بتاعت حاسبة السعرات الحرارية، تدخل بس وزنك وطولك وسنك ونشاطك الحركي ويقول لك السعرات الحرارية بتاعتك مثلا 1600 1800 2000 او whatever. فالمفروض ان انت عرفت سعراتك،
تبدا بقى اكلك تحطه او تقسمه على كميه السعرات دي. انا مش عايز ادخلكم في مشاكل وحسابات وتعقيدات كتيره جدا، انا هحاول ابسط الموضوع زي ما تعودنا مع بعض دايما، احنا بنقدم الكيتو بسهوله. فبعيدا عن كل التعقيدات دي تعالى احنا نمسك الكيتو بتاعنا، وبعيدا عن الارقام بتاعت السعرات والكلام ده، انت محتاج تقريبا 3 ارباع اكلك دهون. خلاص 3 ارباع اكلك دهون، احنا بنتكلم في 70 او 75%، يعني 3 ارباع اكلك يكون الطاقه اللي هتاكلها تكون من الدهون، ويا دوب 20% بروتين، هقول لك ده يبقى قد ايه، و 5% كارب، هقول لك ده برده يبقى قد ايه. تحسب الكلام ده ازاي؟ تعالى نمسك في الاول الدهون، ازاي اخد كميه الدهون الكافيه بالنسبه لي في الكيتو. بالمناسبه انت بعد فتره في الكيتو، يعني هقول لك طبعا تحسب ازاي، بس انت بعد فتره في الكيتو بعد ما تكمل شهر مثلا، هتلاقي نفسك اصلا كل الارقام وكل الحسابات دي انت مش محتاجها. لو استمريت بس شهر متواصل كل الارقام دي مش هتحتاجها. ليه؟ لانك ببساطه شديده جدا هتبقى حاسس بالشبع طول الوقت، فاللي هو هتاكل وجبتين، وجبه مثلا الساعه 12 وجبه الساعه 7 8 وشكرا، اللي هو بتاكل عشان تاكل عشان تاخد طاقه بس مش اكتر من كده. فانوي نرجع لموضوعنا، ازاي بقى نحسب الحسابات بتاعتنا دي؟ لما نقول 75% او 3 ارباع اكلك او 3 ارباع الطاقه اللي انت محتاجها دهون، لو افترضنا ان انت محتاج توتال الدهون من الاكل كله في حدود 75 ل 100 جرام، يعني من 75 ل 100 جرام صافي دهون، مش زبده ولا سمن بلدي ولا زيت زيتون، لا صافي دهون. لان خلي بالك حضرتك حتى البيض اللي بتاكله فيه دهون، اللحمه فيها دهون، الفراخ فيها دهون، السمك فيه دهون، كل الحاجات دي فيها نسبه دهون. فانت محتاج توتال الطاقه او توتال الدهون كلها اللي في اليوم كله تقريبا من 75 ل 100 جرام دهون. معظم الناس غالبا ال 100 جرام دهون هتبقى ممتازه بالنسبه لهم. طيب اخد ازاي ال 100 جرام دهون دول؟ تعال خد يا عمي زبده او سمن بلدي في حدود من 50 ل 60 جرام، من 50 ل 60 جرام زبده او سمن بلدي، اللي هو يعني على فكره عشان الناس بس اللي بتقول لك الكيتو الدهون كتير جدا وبروتين كتير جدا وهتموت وهتعمل مش عارف ايه، كل الكلام ده طبعا مش حقيقي خالص. هنتكلم في 50 60 جرام زبده، يعني قد ايه 50 60 جرام؟ اربع خمس معالق، ست معالق بالكتير قوي، خليك في متوسط خمس معالق، متوسط خمس معالق زبده اللي هي بتبقى معلقه كبيره، وطبعا بتكلم عن معلقه صلبه ممسوحه. خلاص متوسط خمس معالق في اليوم، كده انت خدت لك حوالي 50 60 جرام زبده او سمن بلدي زي ما اتفقنا او زيت زيتون. حطهم على اكلك بقى، قسمهم على الوجبات بتاعتك على طول اليوم، حط معلقه على القهوه بتاعت الصبح او النسكافيه، حط مثلا معلقه ونص على وجبه الفطار، معلقه ونص على وجبه الغداء، معلقه ونص ولا معلقتين على وجبه العشاء. قسم المعالق بتاعتك دي او حصتك من الدهون على الثلاث وجبات وعلى البولت بروف. جيت بعدين بعد اسبوع ولا اسبوعين هتاكل وجبتين بس وهتعمل صيام متقطع، خلاص عندك المعلقه الصبح بتاعت البولت بروف، مثلا معلقه ونص ولا معلقتين على الوجبه الاولى ومعلقتين على الوجبه الثانيه. زي الفل كده خدت لك الاربع خمس معالق بتوعك، انت كده تمام. طيب باقي الدهون اللي حضرتك بتتكلم عنها فندم اللي هي انت بتقولي هتوصل، عايز توصل ل 75 او 100 جرام صافي دهون، تلاقي نفسك خدتها تلقائي من الاكل، من اللحمه والبيض والفراخ والسمك والحاجات اللي بتاكلها ايا كانت. ده بالنسبه للدهون. طيب اولا بشكر جدا 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 الناس اللي بتعمل منشن لاصحابهم، والناس اللي بتعمل لايك للفيديو، شكرا جدا ليكم. سهى من ليبيا اهلا وسهلا بيكي. ملك، طب في حال بس بدي اكل وجبه واحده باليوم مقدار قديش لازم يكون كم معلقه دهون؟ هو مبدئيا يعني خليني بس اقول ان موضوع وجبه الواحده ده ما يبقاش على طول، يعني انا دايما بحذر الستات ممنوع الصيام اكتر من 18 ساعه، لان ده بيأثر على الهرمونات وعلى البريود او الدوره الشهريه، ممكن يعمل خلل في الهرمونات يعني، وده نتيجه يعني الكلام ده انا بقوله نتيجه تجارب ناس كتيره جدا شفتها على الفيسبوك، وناس كمان انا بشرف عليهم المشتركين معايا في نظام المتابعه الشخصيه. غالبا او عاده لما بينقطعوا عن الاكل لاكثر من 18 ساعه وبيتكرر الموضوع ده كذا يوم، يعني اكيد مش من اول مره يعني او مش مره واحده، بس لما كان بيتكرر معاهم الموضوع ده كذا مره ان هم صيامهم يزيد عن 18 ساعه، ده بيأثر بعدين عليهم على الهرمونات بتاعتهم. فانيوي انا ما بنصحش بموضوع ان يكون وجبه واحده ده دايما، ممكن يعني مرتين ثلاثه في الاسبوع، يعني يمكن حتى نظام الامه ده انا مش مطبقه مع اي حد من اللي انا بشرف عليهم شخصيا، غير واحده بس وبقالها فتره طويله جدا في الكيتو،
وعايزة تجرب الأومات، فبدأت إن أنا إيه أعمل لها الجداول بتاعتها على الأساس ده. لكن في الغالب ما بعملش نظام الوجبة الواحدة غير زي ما بقول لكم، يبقى يومين ثلاثة في الأسبوع. anyway نيجي للجزء بتاع البروتين. أنت محتاج تقريبا زي ما بنقول 20% من أكلك يكون بروتين. وده برضو للناس اللي بتقول لك ان الكيتو انت بتاكل بروتين كتير فهتتعب الكليه وبتاع مش عارفين، كنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره في فيديوهات سابقه. ولكن الكيتو احنا دايما بنقول عليه مودريت بروتين، يعني معتدل البروتين. الكيتو هو نظام معتدل البروتين، انت بتاكل كميه البروتين الطبيعيه اللي انت بتاكلها في يومك العادي، اللي اي حد بياكلها في يوم العادي. زي ايه مثلا؟ انت ممكن مثلا تاكل بيضتين ثلاثه الصبح، دول فيهم مثلا من 15 ل 18 جرام بروتين. في وجبه الغداء اكلت لك 200 من 200 ل 300 جرام لحمه، اللي هو ربع كيلو يعني عادي، حاجه مش كتير قوي او اقل من ربع كيلو، بنتكلم في 200 جرام، ممكن 150 جرام حسب وزنك وحسب انت عايز تاكل قد ايه. دول برضو فيهم مثلا من 20 ل 30 جرام بروتين. وجيت خدت لك برضو بيضتين ثلاثه بالليل، ولا خدت لك علبه تونه اللي هي 100 جرام ولا 120 جرام، خدت نسبة البروتين بتاعتك بالكامل من ثلاث وجبات او ممكن كمان من وجبتين بس. اللي هو لو جيت خدت بيضتين ثلاثة الصبح وخدت مثلا 300 جرام لحمة في الغداء، انت كده خدت تقريبا نسبتك يعني. فأكل عادي جدا وطبيعي جدا وكميات معقولة، مش زي ما الناس بتقول انك هتاكل وجبات ضخمة وبروتين كتير وبتاع، لا خالص، احنا الكيتو معتدل البروتين. البند الثالث في اكلنا هو ايه؟ الكارب. الكارب او الكربوهيدرات او النشويات، هي يعني مش نشويات بالمعنى المفهوم، لان احنا ما بناخدش نشويات، احنا بناخد بس كارب من الخضروات. بقى الطماطم، الخيار، الورقيات، يمكن بصل بس قليل طبعا، الباميه والفاصوليا والكوسه، كل الحاجات دي طبعا، بقى الخس والملفوف والورقيات زي الجرجير والبقدونس والكزبره والشبت والملوخيه والسبانخ، كل الحاجات الخضراء خصوصا الورقيات منها. هتاخد 5%. يعني ايه 5%؟ يعني اقل من 20 جرام صافي كارب تقريبا. يعني هو في ناس بيقول لك دايما من 20 ل 50 جرام كمان، يعني لو زادت منك سنه مفيش مشاكل، بس احنا بنتكلم في يعني طالما انت اقل من 20 جرام كارب انت بتدي فرصه اكتر لنفسك انك تنزل في الوزن. فال 20 جرام كارب ده هتاخدهم قد ايه؟ ممكن طماطميه او اثنين، طماطميتين ثلاثه، خياره او اثنين في اليوم كله يعني طبعا، ورقيات بقى زي ما انت عاوز، خد بقى جرجير، بقدونس، كزبره، سبانخ. الورقيات دول الكام واحده اللي انا قلتهم دول، خد منهم كميات زي ما انت عاوز. ونسبه الكارب الباقي بتاعتك زي ما قلت لك من الطماطم والخيار، وكمان ممكن لو هتعمل طبق خضار كده، ملوخيه، باميه، فاصوليا، كوسه، هتاخد نسبه الكارب بتاعتك اللي فاضله، ودي ضروري جدا ومهمه جدا كمان. فانت باختصار شديد جدا كده ممكن تعمل وجباتك بالطريقه دي. هتفطر مثلا ببيضتين ثلاثه، هتتغدى بلحمه او فراخ او كبده او اي بروتين في حدود من 150 ل 300 جرام حسب وزنك. لو وزنك 60 كيلو غير وزنها فوق ال 90 او فوق ال 100، خليك مثلا في 250 او 300 جرام، وتعشى مثلا بعلبه تونه او بيضتين ثلاثه كمان. هتفضل كده اسبوع، وبعد كده من اول من ثاني اسبوع من ثالث اسبوع الغي وجبه الفطار. خلي اول ما تصحى اعمل البولت بروف اللي قلنا عليه، اللي هو قهوه بالزبده، قهوه او نسكافيه بالزبده، ممكن تحط عليها ربع كوبايه حليب او معلقه كريمه او معلقه قشطه. خدت البولت بروف ده بالزبده، تعالى على الساعه 12 او 1 الظهر كل وجبتك، وبعد كده على الساعه 7 8 بالليل كل الوجبه الثانيه، تبقى اكلت وجبتين بس، وتصوم 16 ساعه لحد اليوم اللي بعده وهكذا. فهتلاقي نفسك ببساطه شديده جدا اديك عملت، عرفت يعني ايه وجبات كيتو، عرفت يعني ايه ماكروز، يعني ايه سعرات حراريه، ازاي تحسب وجباتك بالكامل، وازاي تعمل لنفسك اكلات يوم كامل في الكيتو. ده كان الموضوع بالتفصيل. لو عندكم اي سؤال طبعا اكتبوا في التعليقات هنا، او لو اللايف خلص يبقى اكتبوا سؤالكم في منشور جديد على الجروب وهرد عليه في اقرب وقت ممكن. لو بتشوفوا الحلقه على اليوتيوب اكتبوا سؤال اسئلتكم في التعليقات، ودايما يا اما هرد عليكم مباشره في التعليقات، او سؤالك هيكون هو موضوع حلقه الفيديو الجاي. شكرا ليكم ودمتم بصحه وسعاده.